تطبيق زوم كيف نحمل هذا البرنامج؟ نذهب إلى جوجل ونكتب في محرك البحث زوم، ثم نقوم بعمل بحث، فتكون من ضمن النتائج داونلود. راح أضغط على زر داونلود ليدخلني على الويب سايت الخاص بزوم بروجرام. طبعا هو برنامج الزوم أنا بقدر أستخدمه باي ويب، يعني على الإنترنت، أو بتحميل البرنامج على الجهاز. وأنا طبعا من الأفضل إني أحمل البرنامج على الجهاز عشان ما يصير في مشاكل. طبعا ودائما بيكون في صفحات الويب يعني بعلق أو بيصير في عندي مشاكل خلال الاجتماع. من الأفضل إني أنا أكون حملت البرنامج زي ما صار عندي هنا برنامج الزوم، وبعدين بخليه يعمل رن. طبعا أنا محملة البرنامج ما راح أخليه يعمل رن، بس بدي أوضح لكم كيف. بمجرد اني انا اضغط عليه رح هو يبلش يعمل رن للجهاز، للبرنامج على الجهاز تبعي، على اساس انه يحمله. طبعا برنامج الزوم عندي على الجهاز، كيف بدي افتحه؟ بروح على خانة البحث وبكتب زوم، زوم اب. خلص هيك صار برنامج الزوم موجود عندي على الجهاز. بعد أن تم تحميل برنامج الزوم على جهازي سوف يخرج لي هذا مربع النص، هذا مكتوب فيه زوم، مكتوب فيه join a meeting، مكتوب فيه sign in. join a meeting لو أنا كنت طالب أو موظف مدعو إلى اجتماع أستطيع الدخول إلى join meeting. هون راح اكتب هنا الاي دي تبع الميتنج، راح تحكي كيف نحصل عليه، وراح اكتب هنا الاسم اللي انا بحب يظهر في الميتنج تبع الاجتماع الاداره او في ميتنج اللي انا مدعو عليه. طبعا هنا انا كتب لي دعاء لانه انا اصلا مسجل حساب في الميتنج، بس لو ما كنت مسجل حساب راح يكون هنا المكان فاضي وراح يطلب مني ادخل اسم بقدر اغيره في كل اجتماع. اوكي، ما بيكون ثابت لانه انا مش عامله حساب جوا الزوم، لكن لو انا كنت مستخدم من قبل رح يعطيني هو لحاله اسمي. اوكي، هلا هون بيطلب مني بحكي له ريمبر ماي نيم، ممكن يعمل لي ريمبر او ممكن اني الغي اشاره الصح. دونت كونكت تو اوديو، يعني ما تخليني، يعني ما يعني دونت كونكت تو اوديو، يعني ما تخلي الصوت موجود. تيرن اوف ماي فيديو، برضو ادخلني بدون فيديو على الاجتماع. هاي لو انا كنت بدي انا مدعو على اجتماع. نرجع للشاشه الرئيسيه، رح هلا انا اعمل ساين ان. في شاشه الساين ان في عندي هنا منطقتين، منطقه الزوم ومنطقه الدخول باستخدام جيميل والفيسبوك. الطريقه الاسهل هي الدخول عن طريق ايميل الجيميل. رح اعمل ساين ان بالجيميل تبعي، رح يطلب مني الايميل المعتمد اللي انا بدي ادخل فيه على الاجتماع. رح اختار زينه. Always Google Zoom open like of this type associated application. Okay، رح يعني يفتح لي الابليكيشن، رح يعمل لي كونكت على الابليكيشن. اوكي، هلا بعد ما انا سجلت دخولي باستخدام ايميل الجيميل تبعي رح يعطيني هاي الشاشه. هاي الشاشه رح نشوف او نتعرف على مكوناتها. هنا على جهة اليمين رح يعطيني التاريخ والوقت واليوم والساعة، وإذا كانت لدي اجتماعات مجدولة سوف تظهر هنا. أما هذه الأزرار الأربعة join للانضمام لاجتماع، new meeting لبث حصة أو لعمل اجتماع، schedule لوضع تحديد أو موعد لحصة قادمة، وشير سكرين لمشاركة السكرين تبعتي. رح نتعرف عليهم كلهم، بس خلينا نشوف هنا بعض الخصائص الموجودة على صورتي. أو أنا دخلت على صورتي الأكاونت تبعي رح ألاقي معلوماتي، بقدر هنا أكون داخل باسمي، بيعطيني إيميلي، بعطيهم أنا مثلا هنا بقدر أحط عبارة هو طالبها مني، بقدر أخلي أحط أو ما أحط زي ما بدي. هنا بيعطيني available أنا شو حالتي، بقدر يعني أعرض الحالة تبعتي. بقدر كمان هون أدخل على بروفايلي، بقدر أعمل sign out، بقدر أدخل بسويتش أكاونت على أكاونت تاني، يعني في عندي عدة خيارات. وهل طبعا بتدخلني على
برنامج الزوم لأعمل استعلام أو للسؤال عن أي شيء أنا بدي إياه، ولو كنت بدي أنا أتأكد من إنه الأبديت تبع برنامجي برضو بعمل تشيك فور أبديت عن طريق هذا الزر. وكتير مهم الأبديت على فكرة، إنه كل فترة وفترة لازم أعمل أبديت، خصوصي إنه أنا هون بشرح على الزوم المجانية اللي هي لازم أحدثها أنا كل فترة وفترة وأعمل تشيك فور أبديت. اوكي هلا خلصنا، بس تفرجنا بشكل عام على الخصائص تبعت الاكونت تبعي. نيجي على الخصائص اللي تحتها واللي هي السيتنج تبعت البرنامج الاساسيه. بقدر انا هون احدد بعض الامور المهمه جدا اللي خلص ما بتتغير، بحددها من اول ما استخدم البرنامج وما بغيرها. اهم شيء بالنسبه لي كمعلمه انه مثلا انا لو ما بحب ادخل بالفيديو تبعي، دائما هون بعمل انه الميتنج تكون always display participant names on their video، هاي انه يخلي لي الاشخاص عليهم اسمائهم على شاشه الفيديو تبعتهم، خصوصا انه انا بقدر اتحكم انه الفيديو تبعهم on او off. ثاني شيء انه يكون في عندي turn off للماي فيديو، الفيديو تبعي اول ما ادخل على اي ميتنج لازم يكون off، لكن لو انا كنت بحب انه يكون الفيديو تبعي on بشيل هذه الصح. اوكي بس غالب المعلمات بحبوا يدخلوا بدون ما يكون إشارة الفيديو تبعتهم ظاهرة أو الفيديو بيصورهم. طبعا ومن خصائص زوم اللي احنا حكينا عنها اللي هي انه بيعمل لي اتش دي كتير حلو في التصوير تبعه بالفيديو تبعه. هاي اول خصائص مهمة إلي بالنسبة للفيديو. ننزل على الاوديو، الاوديو هون بتأكد انه صوتي عالي، بتأكد انه المايك شغال وعم بتحرك لما انا اتكلم، وكمان بتأكد من ارتفاع الصوت. اوكي اهم اشي انه انا لازم اوتوماتيكلي يشتغل، بكون هنا حاطة يعني هو باي ديفولت، بس انا بنتبه عليهم لو انا دخلت على الاجتماع ما كان في صوت، باي ديفولت هو بيكون هنا اشياء هاي موجودة، مثلا اوتوماتيكلي جوين اوديو، دايما ادخل ويكون الاوديو تبع الكمبيوتر تبعي شغال. ميوت ماي مايكروفون وين جوينينج ا ميتنج، لا ما بدي يكون ميوت، بدي يكون مفتوح المايك دائما بس ادخل على الاجتماعات. بريس اند هولد سبيس كي عشان اعمل ان ميوت لماي سيلف، مرات بقدر بضطر اني اعمل ميوت لصوتي اذا كان في اولاد حوالي او بنتي سالتني سؤال او هيك ما بدي يطلع في الحصه، بعمل لحالي ميوت وبلغي الميوت عن طريق السبيس كي. فانا هذا عباره عن اختصار انا فعلته، بصير احطه صح او لا على راحتي. هاي كمان بالنسبة للأوديو أهم الأشياء. بالنسبة للشير سكرين ما بغير عليها إشي. الشات هون مثلا شو فويس مسج بتون، بقدر أخليهم مثلا على شاشة الشات. هلأ رح نشوفها إنه كيف أنا بقدر أخلي المسج تبعتهم أو المايك شغال أو لأ. بيقدروا مثلا هم الأنريد مسج مثلا إنه يكون عليها يعطيني الأرقام عليها بقدر أحطها صح أو لأ زي ما بدي. ممكن أنا مثلا أغير الستيتس تبع البرنامج تبعي الأواي كل 15 دقيقة، إذا أنا تركت البرنامج يعني إنه كل 15 دقيقة يعطيني أواي لحاله، يعمل أواي غير الستيتس تبعتي، برضو هاي مهمة. وأما الريكوردينج ضروري إنه أنا أكون عاملها صح، يعني دائما يعمل لي تسجيل لفيديوهاتي، خصوصا إذا أنا بعمل بث لحصص للفصول يعني للمدرسة، لازم أنا أكون عامل ريكورد دائما لحصتي، عشان مرات كتير بيكون في طلاب غايبين وأكيد مش رح أرد أعيد الحصة وأكيد مش رح تروح عليهم الحصة، فعشان يحضروا الحصة فيما بعد لازم أنا أكون عاملة صح على إشارة الريكورد. أوكي هاي أهم الأشياء اللي لازم أنا أكون عاملة لها تحكم أو كنترول عليها قبل ما أبلش بداية البرنامج اللي هي الفيديو تبعي. أهم إشي الفيديو تبعي، إذا أنا ما بدي الفيديو تبعي يدخل دائما الزوم بدون فيديو لازم أكون عاملة هون تيرن أوف. الاوديو تبعي لازم انه يعمل ما يكون ميوت، الاوديو تبعي ما يكون ميوت لما ادخل انا على الاجتماع، وبقيه الخصائص الثانيه اللي حكينا عنها، بس هذول اهم خاصيتين. هلا لو احنا بدنا نتفرج على هاي الاشياء الموجوده هون في اعلى الشاشه، في عندي هون شاشه الهوم اللي هي انا موجود عليها حاليا، شاشه الشات اللي هي انه مثلا انا اذا كنت انا مراسل الطلاب بيعطيني كل المسجات اللي تم تراسلها، زي كانه بيعطيني نوتيفيكيشن والملفات اللي انا قمت بارسالها من قبل وهاي الاشياء. الميتينجز لو انا كنت عامله ميتينجز محدداهم او بدي اعمل سكيدجول لميتينج رح يظهر عندي هون بهاي الشاشه. واما الكونتاكتس فهم اذا كنت انا ضايفه طلابي هون
إيميلاتهم محفوظة عندي على الجهاز، فبقدر إني أنا أدخل فوراً على الكونتاكت وأضيف الطلاب اللي أنا بدي إياهم، بس أنا أصلاً هون ما في عندي كونتاكت مضافين. أوكي؟ نرجع على شاشة الهوم ونيجي للأربع أزرار الهامة جداً، أهم أربع أزرار في برنامج الزوم. حكينا جوين للدخول إلى حصة أنا مدعو عليها، السكيدجول لعمل حصة مجدولة رح ندخل عليها ونتعرف على خصائصها واحدة واحدة. التوبك تبعي هون طبعاً هو دخلني باسمي دعاء منصور زوم ميتينج، وبقدر أنا أغير التوبك وأكتب مثلاً كمبيوتر ليسون أو ماث ليسون أو حسب تخصص تبعكم أو ريفيجن زي ما بدكم، اسم الحصة أنتوا بتحددوه. أوكي، هلا إمتى بحكي لي متى؟ متى بدك إياها؟ هل بدك إياها اليوم؟ ونزداي؟ لا أنا بدي إياها بكرة يومة الخميس Thursday، رح أحدد التاريخ ورح يكون مثلا بدي إياها على الساعة 1 الظهر. بحكي لي هنا وقت الحصة بالنسخة المجانية للزوم معي أكتر وقت إنه يكون 45 مينتس بس، لأنها نسخة مجانية، لكن النسخ المدفوعة لا معي الوقت اللي أنا بدي إياه. طبعا أنا بدي وقت الحصة يكون 30 مينت، عادة حصص الأونلاين تكون 30 مينت، ولو كانت أكتر أنا بغيرها منهم. أوكي، هلأ هنا requiring meeting يعني أنا بدي أعيد الميتينج هاي. أنا عندي كل يوم كل يوم كل يوم حصة ماث الصبح مثلا على الساعة 9 يوميا عندي حصة، فلازم أنا عشان أخلي لحاله يجدول لي إياها يوميا، فبحط أنا هنا إشارة الصح على requiring meeting. أوكي، نيجي للموضوع المهم جدا اللي هي الميتينج اي دي. لمين هذا موضوع مهم؟ هذا الموضوع مهم لطلابي عشان انا ابعت لهم الاي دي تبعي. يا اما انا بخلي بيرسونال ميتينج نفسه ما بيتغير ابدا، او عشان ما يزعجوني الطلاب ويدخلوا في او يدخلوا ناس تانيين معاهم في الحصص ويعطيهم رقم الميتينج تبعي، انا بعمل جنريت اوتوماتيكلي. اوكي، هلا عشان السكيورتي في الزوم كان زمان اشاره الباس كود هنا يعني متاح لي ان انا الغيها او اخليها، بس صارت اجباريه بعد حادثه الامان اللي صارت، وانه برنامج الزوم مش امن وانه ممكن حدا يدخل على المحاضره تبعتي او يدخل على الاجتماع تبعي، فعشان الامان هم خلوا الكود يكون اجباري. انا هنا بقدر اعمل شيء اني انا اخلي الكود تبعي انا اختاره، خليه مثلا 1 2 3 4 اللي هي الباسكود تبعي. هل انا بدي ويتنج روم؟ مرات بحتاجها عشان اشوف مين بدخل وانا اعمل له ادمت يعني ادخله او لا، واذا ما بدي بلغي اشاره الصح منهم. اوكي، اذا ويتنج روم يعني اي شخص بده يدخل على الاجتماع ما بيدخل اذا انا ما وافقت، اما اذا انا بدي جميع الطلاب يدخلوا فما بعمل ويتنج. اوكي، نعملها صح او لا زي ما بدنا. هلا بالنسبه للفيديو، انا قبل شوي غيرتها من خصائص البرنامج، حكيت انه مهم جدا لكل معلم ما بتحب تدخل بالفيديو او ما تصور حالها بتحط اوف دائما، كمان بالنسبه للبارتيسيبانتس بدي اياها تكون اوف عشان الطلاب ما يعني ادخل على الفيديو تبعهم مباشره، ممكن تكون امه موجوده اخته ما بدها يطلعوا بالتصوير، فانا بعملها اوف احسن. لو بدي افتح الكاميرا بحكي لهم عشان يكونوا عارفين. هلا بالنسبه للكالندر، الكالندر كتير 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 مهمه على برنامج الزوم، علشان انا لو بدي اعمل سكيدجول ميتنج وبدي اخلي موجوده هاي على الجوجل كالندر، فانا بختار الجوجل كالندر. علشان هلا بتشوفوا بعد ما انا اخلص سكيدجول الميتنج راح يوديني على الجوجل كالندر ويحكي لي انه تم تثبيتها بجدول على الكالندر الجوجل، وراح يضل يعمل لي تذكير قبل موعد الاجتماع. نيجي للادفانس اوبشن، هون في عندي الادفانس اوبشن اللي هي مثلا انيبل جوين بيفور هوست. هل ممكن اني انا اذا كنت عامله او معطيهم الاي دي او لينك الحصه يدخلوا قبلي؟ لا. ميوت بارتيسيبنت ابون انتري، يكونوا ميوت اذا لما يدخلوا على الحصه او لا بقدر اتحكم فيها. واوتوماتيكلي دائما سجل لي الميتنج تبعتي على اللوكال كمبيوتر يس اور نو، حطيتها يس. اوكي، هلا رح نعمل سيف، رح تشوفوا وين رح يوديني. رح ياخذني على الجوجل كالندر، ليش؟ علشان يثبت موعد هاي الحصه اللي رح تكون يوميا، لان بدخله على حسابي الجيميل تبعي عشان هو بده يبعث ليها على الجيميل. الاو ونشوف كيف شكل الكالندر تبعت الجوجل. على طول اعطاني مسج جوا ايميلي انه في عندك
في عندك حصة في 27 أوغست على الساعة 1 للواحدة ونص، أنا اخترتها 30 دقيقة. وحكى لي إنه هي تابعة على مثلا الرياض تايم زون، وهل أنا بدي إياها أول داي دونت ريبيت، أنا كنت حاطاها إنه ما يعمل لي إياها أكيوريت، أو بدي إياها كل يوم فبقدر أعملها هون صح، بس أخلص من إني أقرأها وتأكدت إنها كلها تمام، وهل إني راح أدعو عليها ناس أو لأ، وبعدين بعمل سيف. هتكون النوتيفيكيشن هيك شكلها. اوكي اسك مي ليتر. طيب هلا هون بحكي لي انه في عندك مثلا، انا كنت حاطه من قبل موعد على انه في عندي مثلا تيست زوم اكزام، وهذا الموعد اللي هلا انا حطيته معكم اللي هو عندي كمبيوتر ريفيجن في 27 الشهر. اوكي هيك انا شفت مواعيدي، تاكدت منها، رح يعطيني هون فتح لي عشان يحكي لي عشان يعطيني نوتيفيكيشن قبل موعد الامتحان او قبل موعد الحصه تبعتي عشان يذكرني انه في عندي حصه خلال مثلا 10 دقائق او بعد 10 دقائق في عندك حصه على برنامج الزو. هلا احنا هيك تمام امورنا وعاملينها سيف وكل شيء تمام، بنسكر بنرجع على الزوم البرنامج الرئيسي. احنا تعرفنا هون كيف انه بامكاني اني اعمل حالي اواي اذا بدي اعمل اعطيهم استراحة، او مثلا هون بدي احط مثلا اشارة انه ما يعملوا ازعاج، او بدي اعمل اكاونت تاني ادخل فيه على ايميلي، وحكينا عن بعض الخصائص الموجودة هون. هلا بدنا نيجي على، وحكينا عن الجوين وعن السكيدجول، رح نيجي على اهم زر هون اللي هو النيو ميتنج. بمجرد الضغط عليه رح يدخلني على داخل الميتينج او داخل الحصه اللي انا راح ابثها مباشره، وبحكي لي انه انت راح تستخدمي المايك تبع الكمبيوتر، طبعا لانه انا عملت له يكون اون فهو لحاله خلالي اياه اون، وانا بما اني حددت انه الفيديو يكون اوف راح يعطيني انه الفيديو اوف، لو انا بدي اغيرها بس بضغط عليها بتروح اشاره الاوف ويفتح لي الكاميرا. اوكي هلا نيجي للاشياء الثانيه او للخصائص الموجوده هون واحده واحده. رح اجي على السكيورتي هون، مثلا بالسكيورتي بقدر اني انا اتحكم في بعض الخصائص لو ما دخلتها من برا او ما كنت محدده بعض الخصائص، مثلا انه بدي اعمل ويتنج روم ما يتدخلش ولا طالب الا لما يسالني انه الطالب هذا رح يدخل. هلا رح افرجيكم اياها تجربه عمليه. اما بالنسبه للبارتيسيبانتس، هل انا سامح لهم يعملوا شير سكرين؟ رح يشوف الشير سكرين تبعتي يس. هل انا سامح لهم الشات؟ اذا ما بدي اسمح الشات بعمل اكس. هل انا بقدر اخليهم يعملوا رينيم لحالهم او لا صح او غلط؟ اذا كان الصف صغير ما بخليها مفعله. وهل هم بيقدروا يعملوا انميوت ذيم سيلف؟ انا لانه هلا محاضره كبار انا عامله انميوت، بس لو بدي اياها لصغار بعمل ما بفعل هاي الصح عشان هم ما يقدروا يمنعوا حالهم ويفتحوا المايك باي وقت او عشان يعملوا ازعاج في الحصه. طيب انا هلا لو بدي اعمل انفايت لشخص يجي يحضر الحصه، انا بدي اعمل هذا الانفايت، طبعا هون بيجي بحكي لي هل انت عندك اشخاص مسجلين على الجهاز؟ لو عندي كونتاكتس على طول بيكونوا ظاهرين اسمائهم عندي، او عن طريق الايميل، لا بحكي له عن طريق الايميل، انا بس بعمل بضغط على الايميل بوديني على هاي الشاشه، راح اودي راح احكي له بدي على الجيميل توديني. هيك بفتح لي ايميلي، انا بكون مثلا عندي ايميل المدرسه او ايميل الواتساب اللي او ايميل المديره اللي رح تبعت هي الانفيتيشن على الواتساب تبعهم. مثلا هون بحكي لي لمين؟ لا انا مثلا حافظه اسم او حافظه ايميل مثلا موجود عندي على الجهاز، خلص بحكي له انه بدي فلان هذا الشخص يدخل، او بليز جوين ميتينج ان بروجريس. وهنا في عندي شغلتين اعطاني اياهم، اعطاني اللينك تبع المحاضره، مجرد انه هو يضغط على اللينك راح ومنزل هو البرنامج على جهازه وراح يدخل فورا على المحاضره. ولو بدي طريقه ثانيه يدخل فيها اللي هي انه الاي دي، بدخل الاي دي تبعه وبدخل الباس كود تبعه فبدخله كمان على المحاضره. يعني في عندنا طريقتين، يا اما انه يدخل عن طريق اللينك او عن طريق الاي دي والباسورد. اوكي وهيك انا بعمل سند. هلا راح اخلي هذا الشخص يدخل عندنا على الاجتماع تبعنا، هيك بعته وبرجع انا على شاشه الزوم الموجوده تحت. برجع انا هون على شاشه الزوم، وهلا انا بنتظر انه هذا الشخص يدخل على المحاضره تبعتنا، هيها بالويتنج روم. الان بعد ما انا بعثت لها الانفيتيشن لدعاء،
هي موجودة بالويتنج روم، لأنه أنا عملت صح عليها إنه ما يدخل ولا شخص إلا لما أعرف مين هذا الشخص. فهون بكتب لي، كتب لي إنه دعاء منصور إن ويتنج، فأنا بعمل له أدمت عشان يقبل دخول هذا الشخص إلى المحاضرة. مجرد قبولي لدخول هذا الشخص للمحاضرة هيك دخل هذا الشخص للمحاضرة. الآن دخلت عندي دعاء على الحصة تبعتي، صار عندي هون عدد الأشخاص اللي موجودين معنا، اللي هم مين؟ اللي هم أنا الهوست، واللي هي دعاء اللي أنا عملت لها دعوة وعملت لها waiting room، استنت وعملت لها admit، دخلت على الحصة. هلأ هون في عندي جنبها أزرار، في عندي جنبها بقدر أعملها ميوت، بس أنا حكيت قبل شوي إنه ما بدي أعمل ميوت لأنه الحصة للكبار، بس لو كانت للصغار بعملها إيش؟ بعمل ميوت. فهي عشان صارت عندها هيك الكاميرا ممنوعة وكمان الصوت ممنوع. هلأ هيك أنا تعلمنا كيف نعمل invite للأشخاص. طبعا عادة لما يكون عدد الطلاب كبير أنا ببعث الانفيتيشن لحالي أو للمديرة، والمديرة هي بتبعتها على موقع المدرسة أو على الكلاس تبع هذا الأولاد، مجرد يضغطوا على اللينك فورا بدخلهم على الحصة. وأنا بما أني عامل waiting ما حد بيدخل على الحصة إلا لما أعمل admit. لو بدي ألغي هالخاصية بروح على security من هون وبحكي إنه ما بدي الwaiting، ما بدي الwaiting room، لا خليها غير مفعلة. أوكي، بهيك خلص بصير أي شخص يدخل على الحصة بدون ما يعمل waiting يستنى. أوكي، كمان مرة إنه أنا هون لغيت الwaiting عن طريق السكيورتي، رحت وعملت إنه الwaiting room ما في عليها صح. أوكي، هلأ لو أنا أشوف هذا الزر تبع الشات، الزر تبع الشات هلأ هنا اللي هي إنه أنا أسمح للطلاب يتكلموا أو يعملوا شات مع بعض، أو أنا أبعت لهم مسج مثلا الحصة مثلا شغالة في عندها فيديو ظاهر على الشاشة وأنا بدي أتكلم أو بدي أسأل عن نقطة معينة، وهنا أنا بقدر إني أكتبها، أكتب المسج وأبعتها لإفريوان، أو أخصص أشخاص معينين بإني مثلا بس لدعاء تشوفها أو بس لزينة تشوفها أو بس لأمل تشوفها أو أي شخص موجود معي على المحاضرة بخصص، بقدر إني أنا أحط صح بس للشخص اللي بدي إياه يشوف المسج. أوكي، طيب هلأ بالنسبة للشات خلصنا انه خلص حكينا انه الشات هي عبارة عن شاشة بتظهر جنب الزوم، جنب الفيديو تبع الزوم، بمكنني ان انا ابعت اي مسج خلال بث الحصة. اما الشير سكرين وهي من اهم خصائص برنامج الزوم، ليش؟ لانه انا مثلا بدي اعرض درسي الموجود على الدرس تبعي الموجود على الباوربوينت او على الجهاز، بقدر اعرضه من الشير سكرين. سكرين هنا يعني انه يعرض لي كل شيء موجود على سطح المكتب. الوايت بورد وهو عباره عن وايت بورد عادي، سبوره، بمجرد ان انا افتحها راح يظهر عندي هنا مجموعه من التولز او الادوات الموجوده عليها، باستخدام اي تول انا بقدر اني انا اكتب، بقدر اكتب على الشاشه، بقدر اكتب باستخدام النص، بقدر ارسم، بقدر يعني مثلا بدي احل مساله ضروريه على الشاشه بكتبها عن طريق الوايت بورد. في عندنا كثير خصائص، في عندنا هون السلكت، في عندنا هون الدروينج، في عندنا هون ستامب جاهزين، انا بمجرد اني اضغط واكبس راح يعطيني الستامب، وفي عندي هون مثلا سبوت لايت لو انا بدي اختار انه مثلا يعطيني المؤشر شكله بهذا الشكل، وفي عندي هون الاريزر تمسح لي الاشياء اللي ظهرت على الشاشه وانا بدي امسحها، وفي عندي هون فورمات بقدر اختار انا مثلا حجم الخط، لون الخط، شكل الكتابه، وبقدر اعمل اندو وريدو تراجع، وبقدر اعمل مسح لكل شيء موجود عندي على الشاشه، وبقدر كمان اعمل سيف وابعث المكتوب على الوايت بورد للطلاب بالشات. اوكي، وحكينا انه كمان نقدر نكتب بالتكست، يعني اي نص بدي اكتبه عن طريق الكيبورد بس بختار تكست وبكتب اي نص باستخدام الكيبورد. لو بدي انهي هاي الشاشه ما بدي اياها بعمل ستوب شير، فخلاص هيك هو بيطلع من الشير سكرين. بقدر اختار مثلا شاشه اخرى، ممكن اني انا ادخل على برنامج الرسام او برنامج الباوربوينت، مجرد الضغط عليه بيدخلني. بقدر ادخل مثلا على السايت الموجود عليه درسي، بقدر ادخل مثلا على الجوجل كروم، وبقدر ادخل على اي برنامج موجود مفتوح عندي تحت في اسفل الشاشه عن طريق الشير. ولو انا ما بدي بقدر كمان اعمل شير لشاشه التليفون تبعي.
بمجرد ان اعمل شير هي خلاص بتصير مشتركه مع طلاب وبيقدروا يشوفوا كل شيء موجود عندي على الشاشه. نيجي لاهم نقطه، لازم او من الافضل اني انا في بدايه الحصه دائما اروح واعمل ريكوردينج واظني شايفه هذا الزر اللي بيعمل تسجيل للحصه. كل الدرس تبعي للاطفال او للطلاب اللي ما حضروا حصتي بيقدروا يحصلوا على الحصة مسجلة فيما بعد، لأني أنا عملت لها هنا تسجيل بمجرد أني أنا أعمل إند للشاشة تبعت الزوم أو إند أو ليف للحصة، على طول بيعطيني مكان الملف وأنا ببعته على موقع المدرسة أو على طرق التواصل مع الطلاب بكل سهولة، وبتكون الحصة كاملة ومشاركات الطلاب والشات اللي صار مع الطلاب وكل إشي صار خلال الحصة بيكون انعمل له تسجيل، وهي كتير ميزة مهمة في الزوم. نيجي على الرياكشن، برضه هون الرياكشن انا بقدر اعمل رياكشن مع الطلاب، ابعث لهم مثلا قلوب، ابعث لهم اذا جاوبوا صح مثلا، او ابعث لهم ثمب، او اعمل لهم انه الوجه يعني الزعلان او اللي بيضحك او انه صح، يعني اي رياكشن انا بدي ابعته بقدر ابعته عن طريق استخدام هاي شاشه الرياكشن. هاي هي أهم الأشياء الموجودة على برنامج الزوم لكل معلم ومعلمة بدهم يستخدموا أساسيات الزوم. أهم الأشياء الموجودة في الزوم لو أنا ما قمت بالتحكم فيها مسبقا في بداية شاشة البرنامج أستطيع تغييرها من هون بكل سهولة لبعث أو إرسال أو إرسال دعوة لأي شخص. حكينا عن طريق الإنفايت، إحنا حكينا هون عن طريق الإيميل بقدر أرسل، وعن طريق الكوبي إنفيتيشن أو كوبي لينك. الكوبي لينك والكوبي إنفيتيشن التنتين حلوين، اللينك كتير حلو بيساعدني مجرد أن أنا عملت لينك وبعتها مثلا على الواتساب أو على اي برنامج، مثلا لو فتحنا برنامج الايميل او مثلا انا رابطه الواتساب تبعي على الجهاز، بس بمجرد ما اعمل كوبي انفيتيشن لينك وافتح البرنامج واعمل بيست على طول بيطبع لي او بيعمل لي كوبي للينك. ايش كوبي للينك؟ الدعوه تبعتي. لو فرضنا انه احنا هون هلا مثلا فاتحين الواتساب وانا بدي ابعث اللينك مباشره للطلاب على الصف تبعي، الدعوه اللي انا ارسلتها للطلاب، فهو هيك بيعطي اللينك مباشره للطلاب بمجرد انهم يضغطوا عليه بيدخلهم مباشره على الزوم تبعي. وفي طريقه ثانيه حكينا اللي هي انه اعمل برضه من بارتيسيبانت بعمل انفايت وبقدر اعمل كوبي انفيتيشن وبرضه بلصق الدعوه اما عن طريق الجيميل او عن طريق الواتساب المربوط على جهازي او على اي ملف موجود اني انا اقدر ابعته للطلاب. شوفوا هون الفرق بين اللينك وبين الدعوه، الدعوه بيعطي للشخص المعلومات، بيعطيه اللينك وبيعطيه كمان اي دي او باسكود يدخل فيهم. واللينك شوفوا اللينك بمجرد انه اروح عليه انا بوديني على طول على برنامج الزوم اذا انا محمل الزوم عندي على الجهاز، وهذا كثير سهل بالنسبه للطلاب الصغار عشان يدخلوا لحالهم. اوكي، من اهم المشاكل اللي بتواجه المعلمه في الحصه اللي هي انه الطلاب بيقدروا يكتبوا على شاشه الشير، وكمان الطلاب بيقدروا يلغوا الميوت اللي انا عامل لهم اياه. علشان ازيد يعني انه امنع الطلاب انهم يلغوا الميوت عن اشاره المايك تبعتهم، لانه هم انا عامله لهم انه ميوت بس هم بيقدروا يلغوها لو ضغطوا على اشاره المايك. طيب كيف انا امنعهم؟ في عندي هون الثلاث نقاط للمور، هاي اللي هي الثلاث نقاط اللي هي بتعطيني خصائص اضافيه، بضغط عليها بكون فيها هاي الخصائص انه حتى لو الطالب حاول انه يلغي المايك من عنده او يفتح المايك من عنده ما راح يستطيع. هلا هون في عندي مجموعة من المواصفات او من الاشياء الاضافية اللي انا بقدر اضيفها. حكينا انه الميوت بنقدر نلغيه من بداية برنامج الزوم، انه بنقدر نحط ميوت للطلاب في حالة دخولهم الى المحاضرة او الحصة، لكن اثناء الحصة اذا ضغط الطالب على اشارة المايك ممكن يرجع المايك فعال له. فكيف انا امنع الطلاب انهم يفتحوا هاي او انهم يعملوا خاصيه المايك ويقدروا يحكوا مره ثانيه؟ في عندي هون ميوت بارتيسيبانتس ابون انتري، لو عملتها
رح يعطيني إنه all the participants will be muted، رح يكونوا مالهم ميوت. كمان في تحتيها خصائص تانيين اللي هي إنه allow participants to unmute، لا هاي بلغي عنها الإشارة عشان ما يقدروا إنهم هم يعملوا لحالهم unmute، بلغي عنها إشارة الصح. إذا أنا شو لازم أعمل؟ لازم أعمل للبارتيسبنت باي ديفولت يكونوا ميوت، وبقدر كمان أعمل إنهم جميع البارتيسبنت ممنوع إنهم يعملوا لحالهم unmute، لازم أنا بس اللي أفتح المايك. هاي هي الخاصية اللي بيعاني منها كل الأساتذة، إنه الطلاب بسهولة بيقدروا يمنعوا عن حالهم الانميوت ويرجعوا إشارة المايك بمجرد إن أنا أضغط على إشارة الصح ألغيها. ما بيستطيع أي طالب إنه يلغي الميوت عن حاله. التالي المعلومة الثانية اللي هي إنه عندنا بالشير سكرين لما أضغط عليها أنا وأكون في عندي مثلا وايت بورد أو باوربوينت أو مثلا أي شاشة ظاهرة للطلاب مثلا، بمجرد إنه أنا إذا كان الطالب موجود معي على في الحصة بيستطيع الكتابة على هاي الشاشة. كيف أمنع الطالب من إنه يكتب على الشاشة؟ في عندي بيكون في خصائص إضافية. خلينا نرجع على هون الشير، مثلا أنا أعمل باوربوينت. لو دخلنا إحنا على الباوربوينت وكنت أنا بعمل عرض لهذا الباوربوينت، وفي عندي بعض الطلاب المشاغبين اللي بيستطيعوا إنهم يكتبوا على الباوربوينت هاي اللي ظاهرة عندهم، كيف أنا بقدر إني أمنع الطلاب إنهم يخربشوا على الشاشة عندي؟ في عندي هنا ثلاث نقاط مكتوب عليها مور، بمجرد الدخول عليها أنا بعمل إنه Disable annotation for other، ممنوع ما بيقدروا الطلاب انهم ايش يكتبوا عندي على الشاشة وانا بشرح، لانه هاي هي دائما مشكلة انه الطلاب بيقدروا يستخدموا القلم اللي موجود عندهم ويخربش على الشاشة. عشان امنعهم بعمل هاي صح، بعمل عليها Disable. مجرد انه انا ارجع كمان مرة فوق على الشيرنج او على التولز الموجودين هون في المور، راح انا اتأكد انه هون معمول لهم ايش ديسيبل. بمجرد اذا ضغطت عليها بصير انيبل، وانا كنت قبل شوي عملت لها ديسيبل، خلص ما راح يقدروا هدول الطلاب انهم يكتبوا على الشاشه نهائيا. هدول المعلومتين المهمات جدا لكل معلم ومعلمه بيستخدموا برنامج الزوم. هاي هي اهم المعلومات عن برنامج الزوم، بتمنى ان تكونوا استفدتوا، ونشوف هلا الاسئله حوالين برنامج الزوم. اي سؤال بدكم اياه نتناقش فيه مع بعض. رح هلا اعمل اند. هون بيحكي لي في خيارين للاند، ليف ميتنج واخلي الميتنج شغال، اخلي الطلاب في الصف واطلع وهيك ممكن يتكلموا مع بعض بعد ما أخلص. إذا كان صف صغير ما بنصح فيها، بعمل end meeting فورا for all. end meeting علشان أنا هلأ بدي أحصل على التسجيل تبعي اللي أنا سجلته، مش إحنا ضغطنا زر الريكوردينج. هلأ بدنا نشوف وين الجهاز بيروح بالزوم ريكوردينج ميتينج، وين بيروح بالميتينج اللي تم تسجيلها في برنامج الزوم. هلأ رح نشوف convert meeting recording. هلا هو لحاله بحول الريكوردينج ميتينج لفيديو موجود على جهازي، انا برسله للطلاب اللي ما حضروا الحصه اللي راحت عليهم الحصه علشان يتابعوا او يكونوا متابعين مع اصدقائهم. هلا الريكوردينج تبع الميتينج دائما بيروح على نفس المكان، بيروح على الدوكيومنتس زوم. جوا الدوكيومنتس في عندي زوم، وجوا الزوم هنا بيكون حافظ لي اللي اشياء اللي انا أو الحصة تبعتي اللي أنا سجلتها هلأ، وبكون شكلها على شكل فيديو، وأنا بستطيع أني أبعته لطلابي بكل سهولة على سايت المدرسة أو على مجموعة الواتساب أو على الجوجل درايف تبع المدرسة أو على أي طريقة. المهم أنه الطالب ما تروح على الحصة ويحضر الحصة اللي راحت عليه. هذا هو أهم الأشياء. هيك إحنا تطرقنا لمعظم الأشياء الهامة في برنامج الزوم.